Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qawlan mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم.